والمرة دي هنلعب اللعبة اللي احنا بنحبها اللي هي ايه؟ الورق والزراير واللزق، ونقعد نعمل حاجات حلوة قوي قوي واصحابنا يتعلموا مننا. عندنا هنا فوم والوان فلوماستر، وعندنا مسطرة وقلم رصاص ولزق وزراير واشكال. تمام، احنا اللي هنعمله ايه؟ احنا عندنا لوح فوم وهنرسم عليه اي رسمة تعجبنا، اي رسمة. بس ممكن أنا وردة، ممكن فراشة، ممكن جنينة، هلال، شمس، اي حاجة اللي يعجبنا. بس انا وبعد ما نرسم هنعمل ايه يا بنات؟ هنجيب الزراير ونختار الالوان اللي احنا عايزينها برواز. بس انا حابه ان احنا نعمل برواز الاول. ايوه، وبعدين نرسم جواها هتكون شكلها حلو. برافو عليكي شاطره. احنا عايزين نعمل ده بقى بسرعه ونفرجه لاصحابنا. ماشي، انا اختار. هنلزق بقى الزراير باللزق الاول، نحدد الرسمه. مظبوط مظبوط. انت هترسمي ايه يا مريومه؟ انا هرسم ورده. وانتي يا منى؟ انا هرسم شمس وجنينه. حلو قوي. هنرسم الرسمه الاول، وبعد ما نرسم الرسمه نعمل ايه؟ ايه؟ زي ما قلت لك هنحدد الرسمه بالزراير، نعمل الزراير ونلزقها. مظبوط مظبوط. وطبعا عايزه اقول لاصحابي في البيت، احنا معانا هنا بنلزق على الفوم، لكن اصحابي في البيت ممكن يعملوها على ورق كرتون، او مثلا على ورق تاني عادي، او خشب، او اي خامه. ممكن كمان على فكره على القماش ممكن نعملها. مظبوط. او على ورق الوان، او لو عندي لعبه واللعبه ديت عاوزه عروسه مثلا وعاوزه الزق على الفستان بتاعها، ده برضو ممكن. وكمان مش ممكن ما نلزقش باللزق العادي، ممكن نلزق بمسدس شمع لو عندنا. طبعا او نخيطها. ماما واقفه معانا وبتساعدنا، او نخلي مامتنا تخيطه لنا. بالظبط كده. اول حاجه بنعمل اللزق، وبنعمل برواز، وبنلزق البرواز، بنلزق الزراير، وبعدين بيعمل ايه البرواز كده شكله يبقى جميل. ابدا بقى اعمل الرسمه نفسها، اعملها بالايه؟ بالزراير. مظبوط مظبوط. بس احنا بنختار الالوان ازاي؟ حسب الالوان اللي بنحبها. مظبوط مظبوط. بس عايزين نسرع ايدينا عشان اصحابنا يشوفوها معانا. ماشي. بس انا عملت هنا الشمس وبعمل الاشعه بتاعتها باللون البرتقالي. انا دلوقتي لسه بعمل الزراير. ممكن يا مريومه تعلي صوتك عشان اصحابنا في البيت يسمعوكي. انا بعمل برواز بالزراير. تمام. وبعدين هرسم جواها. انا خلصت كده الشمس. ممكن طيب أعمل... احنا عايزين نسرع ايدينا شويه يا مريومه. حاضر. ماشي تمام. ممكن نخلص البرواز بوقت اسرع من كده شويه علشان نعمل جوه ايه؟ ورده لطيفه بثلاث زراير. تقدري تعملي ورده بثلاث زراير بس؟ هجر. يلا بسرعه، يلا قبل ما منى تسبقك. يلا يا منونه. اهو بعمل الجنينه. حلو. احنا كده عملنا جنينه من تحت وعملنا شمس من فوق. نعمل ايه في النص؟ ممكن نعمل اي حاجه بقى. ممكن ارسم إيه؟ ورده برضو بثلاث زراير. عايزه كل واحده تستعمل ثلاث زراير بس ونعمل بيهم الورده. انا حابه هنا ممكن اعمل مثلا عصافير بالقلم الفلومستر. اعملي بس نعملها باسرع شويه عشان انا محضره لكم فقرات كتير عايزاكم تشوفوها وتسمعوها. تمام. حاضر. ممكن نستعمل الرسم طبعا زي ما انت بتعملي كده عشان يساعد. مظبوط مظبوط مظبوط. يلا يا مريومه نحط ورده كمان، نحط زرار كمان قصدي. عندنا هنا إيه؟ في الالوان الفلوماستر ممكن لون... تسرعي ايدك شويه يا مريومه. عندنا هنا في الالوان الفلوماستر عندنا هنا اسود وبني واخضر واصفر وازرق واحمر، وعند مريم برضو نفس الكلام. مظبوط. زرارين كمان ويبقى كده انتهت الورده الجميله بتاعتنا علشان اصحابنا يشوفوها، وهم بقى طبعا في البيت هيقعدوا يعملوا ابداعات وافكار مختلفة معاكم. مظبوط مظبوط. كل واحد هيعمل ابداعات وافكار جديدة.